البحر زي النفس، على السطح الهدوء وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والأحقاد والنيات المبيتة والمؤامرات. وأيضا لو قدر الإنسان أنه يغوص داخل نفسه، قطعا حيشوف ما هو أعجب. حيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام. النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. وعشان كده ربنا أمرنا بالنظر في نفوسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون.